شكرا لكل داعمي القناة على اليوتيوب وكذلك موقع بيتريون، ويمكنك دعم قناة هيزن وتحصل على بوسترات وتصاميم خاصة. حياكم في قناة هيزن. هناك العديد من الكائنات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كائنات خارقة، تتميز بصفات تجعلها تتكيف في بيئاتها التي تعيش فيها. أسماك في قارة أنتاركتيكا المتجمدة تحوي في دمائها بروتينا خاصا يمنع أنسجتها من التجمد في درجات الحرارة المنخفضة، وطيور الجنة ذات الأشكال الجميلة والمتنوعة تقدم عروض رقص فريدة وجميلة حتى تجد شريكا للتزاوج، بينما ضفادع الخشب لها القدرة على تجميد دمها خلال فترة السبات الشتوي في القطب الشمالي، ومن ثم تعود للحياة مرة أخرى بعد أن ينتهي فصل الشتاء. وهناك العديد من الأمثلة على هذه الكائنات الاستثنائية، لكن هناك كائنا آخر يملك تكيفات تميزه عن غيره من الكائنات، تمكنه من العيش في بيئة قاحلة ورملية يستحيل لغيره أن يعيش فيها. من الطبيعي أن يستفيد الجيش من أي كائن يملك قدرات خارقة، وقبل وجود الدبابات والمدرعات الثقيلة كان الجمل فردا مهما في نقل الماء والغذاء والمعدات الثقيلة وحتى المصابين والجرحى. فالجمل يستطيع نقل ما يصل إلى 270 كيلوغراما لمسافة 100 كيلومتر في يوم واحد. من أوائل السجلات التاريخية هي للملك العربي جندبو في عام 853 قبل الميلاد، حيث شارك بألف جمل في معركة ضد المملكة الآشورية القديمة، واستخدم نابليون الفرنسي الجمل في حملاته بمصر وسوريا، وكذلك استخدمه العديد من المستعمرين في حملاتهم، واستخدم الجمل بكثرة في الحرب العالمية الأولى من قبل الحلفاء ودول المركز، وكونت العديد من الدول كتائبا للجمال مثل كتيبة الجمل الإمبراطوري البريطانية وكتيبة الجمال العثمانية. يعود السبب في تبنيهم للجمل كونه لا يخاف بسهولة من الانفجارات مثل الحصان، بل يشارك بركلاته في المعركة ويندفع بسرعة في الهجوم. لأي بطل خارق لابد أن يملك جسدا قويا يمكنه من تحمل كل ما يتعرض له من الخارج، ومزايا وتكيفات جسدية تساعده على الاستمرار داخليا، والجمل لا يختلف عنهم كثيرا ويملك عددا كبيرا من التكيفات والمزايا. من أولى وأشهر المميزات للجمل الخارق هي قدرته على النجاة لفترة طويلة دون شرب الماء، حيث يعتقد العديد أنه يخزن الماء في سنامه، هي معلومة خاطئة، بل يخزن الماء في دمه باستخدام كريات دمه الحمراء والتي يختلف شكلها عما يدور في جسمه، حيث أنها بيضاوية الشكل تنتفخ لتمتص وتخزن الماء ليصل حجمها إلى 240% من حجمها السابق. وكريات الدم ذاتها تستطيع العيش لمدة 5 أشهر في جسم الجمل، وذلك لتحافظ على الموارد داخل الجسم لأطول فترة ممكنة. ويملك عددا من القوى الخارقة الإضافية التي تجعل جسمه يحافظ على كل قطرة في جسمه، تمتص كليته أغلب الماء، ويملك أمعاء طويلة للغاية كي يمتص كل الماء الذي يستطيع امتصاصه. أنسجة جسمه تستطيع الاستمرار والعمل حتى لو خسر الجمل 30% من الماء الموجود في جسمه، بينما أغلب الثدييات ستهلك لو خسرت حتى نصف تلك الكمية من الماء، بينما يستطيع شرب 200 لتر في غضون 3 دقائق فقط، حيث يستطيع تخزين كل تلك الكمية من الماء في الجزء الأول من المعدة، والتي تمكنه من تخزين حتى 20% من وزنه فيها. وفي نفس الوقت بهذه الطريقة يحمي خلايا الدم الحمراء والخلايا الأخرى من الانحلال، وبدون أن يتغير تركيز الدم بصورة مفاجئة، بل يتم امتصاص الماء ببطء وبشكل تدريجي. ويستطيع الجمل أن يغير من درجة حرارة جسمه بمقدار 6 درجات مئوية حتى يمنع جسمه من تصبب بالعرق، ويوفر داخل جسمه ما يصل إلى 5 لترات من الماء خلال يوم واحد فقط. وكما ترى يملك الجمل نظاما متقدما للغاية مكون من أجزاء ووظائف عديدة لكي يحافظ على الماء قدر المستطاع عندما يكون في بيئة صحراوية يشح وينعدم فيها الماء لتمضي أيام وحتى أسابيع دون أن يجد مصدرا للماء. كما ذكرت سابقا يستطيع الجمل أن يتحكم بدرجة حرارة جسمه حسب الحاجة وحسب توفر الماء في بيئته، بحيث لا يحتاج أن يبرد جسمه من خلال تصبب بالعرق. لكن ماذا عن دماغه؟ فالدماغ عضو حساس لا يستطيع تحمل تغيرات الحرارة التي يعرض لها نفسه، ولذلك يملك الجمل نظام تبريد منفصل للدماغ
بحيث يستخدم فيها مناخيره الهائلة والتي يتداخل مجراه الهوائي مع أوعية الدم التي توصل الدم إلى الدماغ، بحيث أن الدم لا يوصل الغذاء والأكسجين فحسب، بل يخفض من درجة حرارة الدماغ أيضا. يملك الجمل أخفافا كبيرة مكونة من مادة هلامية بها ألياف مرنة لتساعده من تقليل الضغط على جسمه ذو الوزن الهائل، وتمكنه من السير على رمال الصحراء الحارة. يعمل السنام كمخزن للغذاء بالنسبة للجمل، حيث يستطيع أن يخزن ما يصل إلى 41 كيلوغراما من الدهون والتي يستخدمها في حال شح الغذاء وقلته، بينما الوظيفة الأخرى للسنام هو أنه يحمي الجمل من حرارة الشمس الحارقة عندما يتجول في الصحراء الجافة، حيث أنها تمثل طبقة عزل حراري تحمي أعضاء جسمه من الحرارة التي يتعرض لها من الشمس، بينما تعمل أرجله الطويلة لحمايته من الحرارة الصادرة من الرمال نفسها. يملك الجمل ثلاثة أجفان وصفين من الرموش ليحمي عيناه من الرمال والجسيمات التي تتطاير بفعل الرياح. سؤال للمتابعين، لماذا يملك الجمل عنقا طويلا؟ اترك الجواب في التعليقات. حاول تحري المصادر العلمية في هذا الفيديو قدر المستطاع، وجميعها مرفقة بالوصف لمن أراد الاطلاع أو الاستزادة. وإن كان لديك معلومة عن الجمل ولم يتم ذكرها اكتبها بالأسفل وسأثبت التعليق. شكرا لكم على المشاهدة، بإمكانكم دعم القناة على بيتريون أو بالانتساب لها هنا على اليوتيوب والحصول على تصاميم وخلفيات خاصة. بإمكانكم اختيار أحد الكائنات التالية لفيديو قادم، أو اقترح شيئا مختلفا في التعليقات، ولكن فضولكم هو شغفكم. فعليا انتهت الحلقة، وهذه مجرد تجربة في عرض بعض الأفكار وإجابة الأسئلة بطريقة سهلة. أولا أشكر كل من رد على الفيديو السابق، كل الردود كانت جميلة ومشجعة. مركبة العلم والخيال ستقدم رحلات كثيرة بوجهات متعددة في مجموعتنا الشمسية وداخل الجهاز المناعي للإنسان، ورحلات أخرى كثيرة، بحيث أن فكرة الفيديو تكون مبنية على آخر ما توصل له العلم التجريبي، وفي نفس الوقت طريقة العرض لا تكون مملة أو مجرد تعداد وسردا للتعاريف. الجمل كائن جميل، وكان من الممكن التوسع أكثر وأكثر في الفيديو نفسه، لكن أحاول وأفضل أن يكون الفيديو ما بين 8 و10 دقائق. والعديد من المشاهد في هذه الحلقة أعدت إنتاجها أكثر من 3 أو 4 مرات مجرد بحث لا متناهي عن المثالية. وبالنسبة لكل من اقترح موضوعا وأفكارا سأضعها عين الاعتبار، وما يتناسب مع فكرة القناة سيتم إنتاجها. الطاقة المظلمة هو أكثر موضوع تم طلبه، وستكون الموضوع الفلكي القادم يا مجد الراشد، ولكن بما أن الموضوع يتخلله غموض كبير سيحتاج لطريقة مختلفة وأكثر إبداعا حتى تصل الفكرة لشريحة أكبر. وشكرا لك يا بندر العمري على سوداويتك وسلبيتك. بالنسبة لأفلام الخيال العلمي، لا يوجد برأيي فيلم يتفوق على انترستيلر، لأنه فعليا إنتاج على مستوى لا مثيل له، ولكن هناك أفلام أخرى جميلة لمحبي الخيال العلمي والفلك، مثل The Martian و Sunshine و Gravity و Ad Astra. وبالنسبة لسؤالك AZX، نعم كل العمل فردي على القناة. هواياتي غير التصميم والمونتاج هي التصوير، والعديد من الصور التي التقطتها موجودة على حساب الإنستغرام، بينما شغفي الجديد هو البرمجة وتطوير التطبيقات. أنهيت عددا كبيرا من الدورات التعليمية في لغات برمجة عديدة، واستخدمت React Native وFlutter، وحاليا أتعلم SwiftUI. وشكرا للجميع، وليكن فضولكم هو شغفكم.